مرحبا بنات، معاكم منال البلوج. كلكم عارفين قديش انا احب الميك اب وشغفي الميك اب، وملاحظين بالفتره الاخيره اني تحولت من بلوجرز ل يوتيوبرز الى ميك اب ارتست. هذا شغفي من زمان بس ما كنت منتبهت له. في اشياء انا حواجز حاطتها براسي، لكن الحمد لله اجتزتها وقررت اني افتح مكان يعني على قدي أبدأ في طريقي بمشوار الميك اب ارتست. فقررت استأجر مكان أقدر أسميه استوديو من على البلوج لأنه صغير على قدي. فرحت الأماكن، رحت للأثاث، رحت للأوراق الجدار، رحت الباركيه، ضعت من جمال الأشياء اللي شفتها، ضعت ما حد أعرف إيش أسوي. فسألتكم بسناب أنه في أحد يقدر يساعدني من المتابعات عندها هذا الاهتمام، وسويت لكم جولات فترتها، جولات كثيرة للمحلات الأثاث الموجودة بالرياض. تعرفت على البراءة مصممة تصميم داخلي، رحنا للمكان، شرحت لها إيش احتياجاتي، الأشياء الضرورية اللي يحتاجها لقيم دورة، أسوي ميك أب، أي شيء يعني أحتاجه، وأشياء اللي حابة أغطيها، عيوب بالمكان. فرجعنا مرة ثانية لمحل الباركي ورجعنا اخترنا الباركي وورق الجدار والديكور. للأسف ما راح أحط اسم المحل لأنه في أخطاء كبيرة صارت، وكل مرة يوعدونا أنه يصلحون الأخطاء ولا صلحوها، ففضلت أني ما أقول اسم المحل. لما جاء وقت الأثاث كنت أحتاج أثاث قوي يستحملني ويستحمل الزباين ويكون غير مكلف، فسمعت عن ورشة اسمها أبو منسي. رحت للورشة، موقعها الصناعية، بس إذا أنت بتطلبونهم ما يحتاج تروحون الموقع، بس أنا عشان أطمئن وأشوف الأشياء بنفسي. يسوون كل شيء، يسوون حتى المحلات، يسوون حتى كوش. إذا أنت حابة تسوين كوشة وبعدين تأخذينها لبيتك يقدرون يسوونها لك. يسوون كل شيء خشبي، أي شيء خشبي يخطر بالك ممكن يسوونه. فاتفقت معهم أنه هم اللي يصلحوا لي طاولة للمتدربات، تكون طاولة كبيرة بحيث أن كل متدربة يصحى المكان، يعني مو طاولة صغيرة تكفي ثمانية، لا طاولة ثمانية لكنها يعني كل بنت تأخذ راحتها، والباب وغطاء الكهرباء وديكور موجود بالصالة. هذه كلها هم سووها لي، شغلهم مرة حلو ومرتب ويستاهلون اني صورت لهم كل شيء. كل اللي عليك انك توريهم الصورة وتعطيهم مقاسات مضبوط وخلاص، هم يسوونها نفس الصورة.